انتهى للحيوانات تحول إلى قصة ملهمة لنشر التعايش والتبني من خلال حملتها تعايش معي، من زيادة الوعي بهذه الكائنات بشكل جيد في المجتمع. اليوم في ظل تواجد الناس في منازلهم، لاحظت مياسر بندقجي زيادة الاهتمام داخل العائلة بالحيوانات، واللي محتاجين فعلا نعرف أفضل الطرق للاهتمام والتعامل والحفاظ على سلامة هذه الكائنات الحية. معنا عبر سكايب مياسر بندقجي، مهتمة بتربية الحيوانات. مساء الخير مياسر. أهلا، مساء النور. بداية، كيفك مع التزام البيت؟ كيف بتقضي وقتك باليوم؟ والله يعني هو بصراحة شيء جديد علينا أنه نجلس في البيت، لكن بصراحة مرة إيجابي لأنه خلينا كده شوية هادين شوية. طبعا لازم نكون ملتزمين 100%. يعني أي أجمل الطلبات شيء، صحيح، أجمل شيء أنك اكتشفتي ولقيتي شيء وحملة كمان توعي فيها الناس حول هذا الموضوع. كيف شايفة تغير وعي المجتمع في الاهتمام بالحيوانات؟ والله هو ما شاء الله تغير ملحوظ جدا، وزادت الفترة الأخيرة، يعني قبل أمس ما يصير الحظر 24 ساعة، يعني الفترة اللي راحت كان في طلب تبني جدا عالي على الحيوانات، لأنه كانوا يعني كان عند الناس عندهم وقت إنه يهتموا فيهم ويدخلوا السرور والسعادة، لأنه الحيوانات تخلي روح في البيت حلوة ما تسبب ملل. بعد كان في إقبال كبير للتبني في من الملجأ. حلو. في هذه الفترة كمان اللي نحن فيها مع مستجدات كورونا، قلتي أنه كان في طلب متزايد على التبني، طبعا قرار مزبوط. منع التجول على أي أنواع الحيوانات تحديدا؟ القرار منع التجول هو علينا إحنا، ويعني الحيوانات هم يعني الحيوانات برضو معانا، احنا ما نخرجها، يعني خلاص حيوانات المنزل تجلس معانا في المنزل، ما نخرجها برا تمشي ولا حاجة، يعني نقضي وقت ما داخل المنزل. الحيوانات عادة طلب التبني أكتر شيء على البساس والكلاب، وبرضو عندنا هامسترات أرانب في الملجأ، يعني عامة للحيوانات اللي هي تم التخلي عنها بسبب زيادة العدد، أو في ناس تخلوا عنها لأنه صارت كبيرة، فعد هذا الشيء يحزن، لكن احنا بنلاقي لها بيت تاني الحمد لله ويكون مناسب ليها. أكيد كلنا نتفق على ضرورة العناية المستمرة، فهل في نصائح مهمة للعناية لهذا الجانب للاهتمام بصحة الحيوانات داخل المنازل؟ مزبوط، يعني إذا أحد عنده كلب مثلا بيلعبه في الحوش وكده، قبل يخش المنزل ينظف له يدين وكده، يعقمها بالمنظفات حقة الحيوانات مو حقة البشر عشان لا تسوي له تحسس. نهتم جدا، نكون حريصين على تطعيمات الحيوانات، لمن يعني بإذن الله ترجع للفترة الطبيعية لازم الحيوانات حقتنا تطعم عشان تقدر تقاوم. هي الحيوانات الحمد لله غير ناقلة للفيروس، لازم الكل يعرف انه هذه البيت انيمالز اللي هي البساس والكلاب والارانب غير ناقلة للفيروس. بعد في ناس كثير يفكروا انه يتخلوا عن الحيوانات حقتهم لانه يفكروا انه هي ناقلة، وهذا الشيء اثبتته وزارة الصحة انه الحيوانات غير ناقلة للفيروس. يمكن كثير من الناس عندهم تساؤلات حول هذا الموضوع، يعني هل التعامل مع الحيوانات الأليفة آمنة هذه الفترة ولا لا؟ مزبوط، آمنة طالما هي في المنزل وما بتخرج الشارع، يعني ما لأنه يعني هي نفسها احنا لازم نحافظ عليها، ما نبغاها تتعرض لفيروسات، ما نبغاها تكون يعني أصلاً أي حاجة تسويها دحين، أي شيء تسويه لازم كل 10 دقائق تروح تغسل يدك تعقميها، بغض النظر في حيوانات ولا ما في حيوانات. يعني الناس جاهم مساكين كورونا هم ما عندهم حيوانات، فعد وزارة الصحة أثبتت أنه الحيوانات المنزلية ليست ناقلة للفيروس، وهذا شيء مطمن، وهذا شيء يخلي الناس يحتفظوا بالحيوانات، يعني ما يتخلوا عنها.
صراحة شيء جميل الحملة اللي قمتي فيها، حملة تعايش معي. فهل بتجيكي أسئلة من الناس على مواقع التواصل الاجتماعي؟ بتحاولي توعيهم أكثر حول هذا الموضوع؟ ايوه اكيد، احنا بنسوي دائما بننزل بوستات في الانستغرام حقنا انه هذا الفيروس ما ينتقل عن طريق الحيوانات المنزلية، بالذات بعد ما صرحت بذلك وزارة الصحة. واحنا يعني حتى الملجأ حقنا، احنا عندنا ملجأ موجود وبنستقبل فيه حيوانات، وبيتبنوا الناس منه حيوانات طبعا قبل فترة الحظر. نعم، بعد إن شاء الله بعد فترة الحظر برضو بنرجع يعني نستقبل، وتبني ترجع إن شاء الله الحياة طبيعية من كل الجوانب بإذن الله، مو بس الحيوانات. بإذن فعد الله. لما إحنا نوعي الناس إنه الحيوانات ما حتنقل لكم الفيروس، بيكسبوا أجر وبيكسبوا ونيس في البيت يسليهم. الحيوانات بصراحة شيء جدا رائع وتدي طاقة إيجابية للإنسان. جميل جدا، شكرا لك مياسر بندقجي، مهتمة بتربية الحيوانات، يعطيكي ألف عافية على هذه المجهودات، شكرا أخي لك. هلا. مشاهدينا مكملين معاكم، فاصل قصير وراجعين.